معنا عبر الهاتف الشيخ صالح الفاندي رئيس مجلس أعيان ومشايخ قبائل ومدينة طرهونة. شيخ صالح، أهلا ومرحبا بك. قد أعلنتم رفضكم للتدخلات التركية في الشؤون الليبية رفضا قاطعا كما جاء في بيانكم. إذا أولا أسألك حول قيمة هذا البيان في دعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من جهة، ومن جهة أخرى للوقوف أمام التمدد التركي في الشؤون الليبية. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وعلى المشاهدين الكرام وعلى قناتكم الموقرة. اليوم الحمد لله نجح أكبر مؤتمر للقبائل والمكونات المجتمع النسائي والنساء في حضور في مدينة طرهونة من الشرق والغرب والجنوب بأكمله، وأعلنوا في أولا ضد الاستعمار التركي البعيد وإقفال النفط والوقوف مع القوات المسلحة وعلى المصالح العامة لكل الليبيين، ويعتبر هذا الجسم هو الجسم الموطن لكل الليبيين. وكان الحضور 4000 شخصية حاضرة في داخل هذا اللقاء من الشرق والجنوب والغرب، ولكن إن شاء الله إلى النصر بإذن الله. طيب، كيف سيتم وقف هذه الميليشيات المتناحرة على الأرض؟ لأن الأزمة الآن ليست سياسية فقط وليست تدخلات خارجية فقط، بل أن هناك ميليشيات ما زالت تتناحر على الأرض وترفض أي حل سياسي في ليبيا. الميليشيات اليوم صدر قرار من هذا المؤتمر لأن أعطاها الفرصة الأخيرة، اللي يترك سلاحه ويرجع لبيته آمن مطمئن، أمن القبائل والمدن الليبية، واللي ما يبيش أمن سلاحه يتحمل كل ما يحدث له. وإذا القوات المسلحة صار على ضغط عالمي حيعلن الجهاد في داخل ليبيا ضد الاستعمار التركي وضد هذه الميليشيات لتصين سلاحها، ولابد من بناء الدولة بالجيش والشرطة وكل مؤسسات الدولة. نعم، شيخ صالح الفاندي رئيس مجلس أعيان ومشايخ قبائل مدينة طرهونة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.